السلام عليكم. إيران: بايدن فشل في تشكيل تحالف عسكري ضدنا، ودول المنطقة لا تثق بأمريكا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الرئيس الأمريكي جو بايدن فشل في تشكيل تحالف عسكري ضد إيران، مؤكدا أن دول المنطقة لا تثق بأمريكا. وفي مقابلة مع قناة العالم الإيرانية ستبث مساء يوم، أشار كنعاني إلى أن طهران تتفهم مخاوف تركية أمنية على حدودها الجنوبية، لكنها ترفض فكرة إقامة منطقة عازلة داخل سوريا، منوها في جانب آخر من المقابلة لأن واشنطن لم تقبل بعد بمكافأة المطالب الإيرانية الواردة في نص الاتفاق المبرم عام 2015، وشدد على ضرورة إعطاء واشنطن ضمانات حقيقية لإيران، مؤكدا أن إطالة أمد المحادثات النووية لا يصب في مصلحة كافة الأطراف خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعا أمس الاثنين الولايات المتحدة إلى التحلي بالواقعية واتخاذ إجراءات من شأنها أن تفضي إلى الوصول إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.